نجدد التحية وهذا فيديو جديد نوثق فيه هذه اللحظات الطبيعية صدق أو لا تصدق هذه الأزهار المترصة في شكل نورة هي أزهار نباتات الجرجير هذا هو نباتات الجرجير وهذه أوراق التي نتناولها في نهاية الموسم ونحن اليوم 19 مارس 2022 النبات يتعملق ويكبر بهذا الحجم وهذه أزهاره كما شاهدنا النحل يتنقل بين الأزهار ينقل حبوب اللقاح هذه الزهرة الصليبية بهذا الشكل لأن هي الجرجير يتبع العائلة الصليبية كما نعلم هذه الزهرة يتم التلقيح ثم الإخصاب ثم تتكون البذور مرة أخرى هذه نباتات الجرجير وهذه نباتات الشبت وهذه الأجزاء التي يتم أكلها هذه أزهار الشبت متراصة في شكل نورة خيمية كما نشاهد هذه اللوحة الطبيعية الرائعة هذه نباتات كذلك يتم التلقيح والإخصاب وتكوين البذور لزراعة الشبت في الموسم القادم إن شاء الله شكرا.